أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق وفي هذا اليوم سن اللقاية وانطلاقات سن اللقاية والخمسة كيلومترات ينطلق شوطر العشرون وهو الشوط الأول الرئيسي للأفكار الانتاجي والمنتجين. مشاهدين الكرام يسير هذا الشوط حاملا لنا آمالي وطموحات أهالي الانتاج أيضا حاضرين ومنطلقين بشعاراتهم المتميزة. يا سلام وناموس أشواط الانتاج يعتبر ناموسين. يسير مشاهدين الكرام شوطنا العشرين حاملا لنا في طيات هنا أيضا اللقاية الأبكار. نسير مع هذه الأسماء نسير مع هذه الشعارات المتميزة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة هناك نحو البداية من تأتينا قسورة عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن حبيش آل نابت من يقدم لنا شعاره مع البداية والمركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني مع ثاني المراكز هناك إنتاج لمحمد أو عفوا هناك رموز لطاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري هنا من يقدم لنا هذا الانطلاق. بينما أتابع شعار أبو شريدة حاضر مع مبشرة عبد الرحمن بن صالح بن حمد. أبو شريدة هنا مع اللي غيرت في هذه اللحظات نحو الصدارة والمركز الأول. بينما أتابع الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام وانطلاق هنا أيضا من الفائزة طالب بن عنتر بن كردي آل منخس المري في هذا الانطلاق المتميز والجميل. جميل يا سلام. المركز الرابع تتراجع هنا قسورة لعبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن حبيش آل نابت. المركز الخامس أرى تدخل من شعار الفاتوح مقدما لنا هذا الانطلاق المتميز. ولكن هنا مشاهدين الكرام القدوم والوصول من سرابة محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين يقدم لنا سرابة على مستوى المركز الخامس. ها هي النتيجة مشاهدين الكرام للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع البداية لنا عودة مع المركز الأول مع شعار أبو شريدة مع مبشرة مبشرة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يا سلام يا مبشرة هناك مع المركز الأول وانطلاقتها المتميزة. عبد الرحمن بن صالح بن حمد أبو شريدة هنا من يقدم لنا انطلاقة مبشرة مع المركز الأول. بينما المركز الثاني أتابع الوصول والقدوم مشاهدي الكرام من غزوة علي بن سالم بن محمد بن بخيت المري من يصل مقدما لنا انطلاقة غزوة. بينما المركز الثالث أرى القدوم والوصول هنا أيضا مشاهدي الكرام من قنا تصل في هذا الانطلاق لسالم بن محمد بن مبارك الجهويل المري على ثالث التحديات. المركز الرابع أتابع الوصول القدوم مع رابع التحديات من الفائزة طالب بن عنتر بن كردي آل منخس المري. والمركز الخامس أرى القدوم والوصول من انتاج لمحمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي مع انطلاقة أيضا انتاج في هذا المسار المتميز والجميل. بينما أتابع أيضا الوصول والقدوم هناك من المتحدة محمد بن مسعود بن بطحان الدفين المري من يصل على مستوى المركز الرابع في هذا الانطلاق المتميز. ولكن شعار العطية يصل مقدما لنا انطلاقة حور خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يصل في هذا الانطلاق المتميز والجميل. ولكن نعود مع البداية نعود مع غزوة اللي غزت الصدارة علي بن سالم بن محمد بن بخيت المري. شعارك يا الفاتوح يلي تقدم لنا غزوة مع البداية من غزت الصدارة وغزت المركز الأول هناك مع البداية. بينما المركز الثاني أتابع الوصول مع ثاني التحديات. المركز الثاني مشاهدين الكرام الوصول والقدوم من قنا لسالم بن مبارك سالم بن محمد بن مبارك الجهويل المري. والمركز الثالث شعارك يا ابو شريده يلي تقدم لنا مبشره عبد الرحمن بن صالح بن حمد ابو شريده العذبه. المركز الرابع أرى القدوم والوصول مشاهدينا الكرام وانطلاق من حور خالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية يصل أيضا شعار العطية مقدما لنا انطلاقة حور. المركز الخامس أرى الوصول من شعار بن ذروة من يقدم لنا انتاج محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. يا سلام أتابع أيضا قدوم ووصول من شعار بن نايفة من يقدم لنا جميلة مبارك بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يصل. ولكن نعود مع البداية الفاتو
الفتوح الفاتوح وانطلاقة هنا غزوة مع المركز الأول، ولكن من ميمنة الميدان يتقدم شعار الجهويل مقدما لنا انطلاقة قنا هنا مع البداية. الله يا سلام سالم بن محمد بن مبارك الجهويل المري أجواء الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير، ولكن غزوة الفاتوح مع البداية وصدارة الشوطة شوطة لنا التاج الرئيسي. الله الله تابع بالجرحب من تدخل مع أجواء الكيلو متر الأخير مقدما لنا أيضا هذا الانطلاق المتميز والجميل، ولكن الفاتوح الفاتوح مع البداية مع غزوة غزوة والعطية واصل وواصل بالجهويل وبشريدة خماسية مع البداية خماسية مع المركز الأول، ولكن الفاتوح مع غزوة. الله يا سلام جولة الأوامر الأخيرة. الله 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 غزوة غزوة مع الشوط الأول الرئيسي للإنتاج للإنتاج الناموس هذا الشوط عن ناموسين الفاتوح. الله 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 غزوة مع البداية علي بن سالم بن محمد بن بخيت المري، ولكن بن جهوي القادم مع قنا وحور واصلة وبن جرحب من يقدم لنا انطلاقة. هناك أيضا الزعيمة حمد بن علي وصالح بن جرحب المري، ولكن الفاتوح مع غزوة 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 مع البداية من غزت الناموس وغزت الصدارة. الله يا سلام حور العطية قادمة، ولكن غزوة غزوة مع البداية سلام غزوة سلام سلام الفاتوح سلام. أسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار، سلام للفاتوح سلام على هذا الأداء المتميز والجميل. بينما المركز الثاني المركز الثاني من وصلت مع ثاني التحديات مشاهدينا الكرام هقوى لعلي بن بخيت بن حمد بن علي بن مقارح من فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة. يا سلام لم نطي أيضا نأتي أيضا بهذا الشعار إلا مع الأمتار الأخيرة، تهانين والناموس للمقارح. بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث حور لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية، والمركز الرابع المركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام الزعيم الحمد بن علي بن صالح بن جارحب المري، والمركز الخامس المركز الخامس كان الوصول والقدوم من رسلان لمحمد بن علي بن حمد بن علي المري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام نزف بها للفاتوح على هذا الفوز وهذا الانتصار، وايضا ناموس الشوط الاول الرئيسي للانتاج. تهانينا والناموس الفاتوح الذي قدم لنا ايضا انطلاقه غزوه بتوقيت زمني وقدر 7:41 34:94 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالكي غزوه، تهانينا والناموس لعلي بن سالم بن محمد بن بخيت المري على هذا الفوز. المركز الثاني وصل شعار بن مقارح من فاجانا ايضا مع الامتار الاخيره. إذن المركز الثاني مشاهدينا الكرام هقوى توقيتها الزمني 7:47 97 جزء من الثانية أو 42 ثانية عفوا مشاهدينا الكرام و47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي أيضا هقوى علي بن بخيت بن حمد بن علي بن مقارح. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام حور وتوقيتها الزمني 7:43 و9 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية.